امرأة ذكرت قصة حبها وعشقها في القرآن الكريم، راودت نبياً عن نفسه واستخدمت كل الحيل النسائية لتحقيق مبتغاها، لكن الله أنجاه منها، ورغم ذلك تذللت إلى الله بعد أن فقدت بصرها حتى ترى النبي الذي ظلت تعشقه 22 عاما حتى تزوج وأنجب وراح شبابها وجمالها بسبب العشق الذي أضناها. فمن هي زليخة، المرأة التي عشقت سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف رد إليها بصرها مرة أخرى؟ يقال إن اسمها الحقيقي راعيل بنت رمايل، لقبها هو زليخة، أما زوجها فكان اسمه بوتيفار عزيز مصر. والمقصود بلقب عزيز مصر أنه يعمل كرئيس للوزراء، وكانت تلك الحقبة التي ظهرت فيها زليخة في عهد الملك أمنحتب الثالث، وهو من أعظم الملوك الذين حكموا مصر خلال عصر القدماء. أما زليخة فاشتهرت بجمالها وكبريائها وغرورها، وتزوجت من عزيز مصر وأصبحت ذات أملاك وتعيش معه في قصره وسط الخدم والحشم. أما سيدنا يوسف وقصته الشهيرة التي ذكرت في سورة يوسف في القرآن الكريم، فبعد أن ألقاه إخوته في ذلك البئر عثر عليه تاجر عربي اسمه مالك بن زعر، وأخرجه من البئر وحمله معه إلى مصر، وهناك قام ببيعه واشتراه بوتيفار وهو عزيز مصر الذي أدخله إلى قصره وهو صغير ليتربى في كنفه. وعاش يوسف لمدة 11 عاماً في قصر عزيز مصر، تربى فيها وكان شاباً مميزاً يبدو عليه العلم والمعرفة والوسامة الشديدة. وبدأت زليخة تشعر بالشغف والحب ناحية يوسف إلى أن راودته عن نفسه، إلا أن يوسف رفض أن يرتكب المعصية وهرب منها، لكنه وجد بوتيفار عند الباب بالصدفة. وعندما رأى بوتيفار أن قميص يوسف قد مزق من الخلف، أيقن أن زوجته زليخة هي من راودت يوسف عن نفسه، لتأتي باقي القصة من محاولة تبرير زليخة أنها لم تفعل شيئاً لتجميعها النساء التي تكلمن عنها لرؤية وسامة يوسف عليه السلام، حتى نجاه الله من أيديهن ودخل السجن الذي كان أهون من فعل الفحشاء كما طلب من الله فاستجاب له. ومضى على يوسف في السجن 10 سنين، لكن زليخة أخذت تعاني آلام الفراق والعشق مما أضعف بصرها وجعلها تشيخ بسرعة حزناً على فراق يوسف. ولما ظهرت براءته باعتراف زليخة أن يوسف كان عفيفاً تقياً، قام الملك بإطلاق سراحه وجعله عزيز مصر. واستطاع يوسف أن ينقذ مصر من المجاعة كما فسر الرؤية التي رآها الملك، وهي التي أنقذته من السجن وجعلته مقربا من الملك. تزوج النبي يوسف من ابنة الملك وتدعى آسينات، والتي علمت بقصة زليخة وأنها لا زالت حزينة على فراق يوسف، وأدخلتها معها إلى قاعة الملك إخناتون الذي كان يحكم في ذلك الوقت. وأمام الحاشية قامت آسينات بمعاتبة زوجها يوسف، واشتكته إلى الملك لنسيانه أمر زليخة المسكينة التي فقدت بصرها، فأتى وحي من الله لكي يقوم النبي يوسف بمواساة زليخة التي أخذت بالبكاء لفرحتها بلقائه، وتمنت أن يرد الله لها بصرها مرة أخرى حتى تستطيع رؤية يوسف.
وكانت المعجزة بأن الله بالفعل استجاب لدعاء نبيه يوسف، فرد إلى زليخة بصرها أمام الملك وحاشيته وأمام الكهنة حتى يؤمنوا بالله ومعجزاته. ولكن لم يرد دليل واحد في السنة أو الكتاب بأن يوسف قد تزوج من زليخة أو تم نفي هذا الأمر كما قيل، فلا أحد يعرف هل تزوجها أم لا بعد أن عاد إليها بصرها وشبابها. ولكن المؤكد أن زوجته الأولى هي ابنة الملك التي تزوجها في الثلاثينات من عمره بعد خروجه من السجن، وأنجب منها ابنته رحمة بنت يوسف، والتي أصبحت زوجة النبي أيوب فيما بعد.